مشاهدينا الكرام، نحن الآن في إحدى مدارس وادي حضرموت، حيث بدأ الإضراب الكلي للمعلمين للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 100%. أنا الآن في إحدى المدارس ومجموعة من المعلمين هنا، ومعي الأستاذ خالد بن نبهان عضو لجنة أنا المعلم، يحدثنا أكثر عن هذا الإضراب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر كل المعلمين والمعلمات في الوادي والصحراء محافظة حضرموت بتنفيذهم الإضراب التصعيدي البرنامج كاملا، وقد بدأنا بالإضراب برفع الشارات الحمراء 3 أيام، وبعدها 3 أيام الإضراب الجزئي، ونحن اليوم نبدأ الإضراب الشامل والمفتوح. وهذا الإضراب يأتي بعد وقفات وقفها المعلمون في مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. الوقفة الأولى كانت في 17 أبريل، وبعدها وقفة ثانية، ولكن لا هناك استجابة لمطالبهم، ونحن اليوم نصعد من إضرابنا، وهذا الإضراب يكون مفتوحا حتى تستجيب الدولة لمطالب المعلمون جميعا. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ خالد بن نبهان عضو لجنة أنا المعلم. إذن هو إضراب شامل حتى تتحقق مطالبهم بزيادة الرواتب بنسبة 100%، وهذا يدل على أن هناك أمور صعبة يعيشها المعلمون جراء التدهور المعيشي الصعب والاقتصادي، حيث العملة المحلية صارت منهارة أمام العملات الأجنبية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.